هاي جايز، السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد على قناتي. واول فيديو في سنه 2023 الله يدخلها عليكم بالصحه والهنا ويجعل سنه افراح وتحقيق الرغبات والاماني ديالكم. مازلنا في نفس الموضوع اللي لقى استحسان كبير منكم، هو موضوع تقديم هدايا وكيفيه اختيارها بشكل صحيح وايضا حسب ميزانيه ديالك. الفيديو السابق كان مخصص للهدايا التي يحبها الرجال وقسمناه لثلاث اجزاء. استفد معنا من الافكار جميع الاشخاص، كل واحد على حسب الميزانيه ديالو. في هذا الفيديو غادي نخصوها عاوتاني للهدايا التي تحبها البنات او للنساء بشكل عام. ايضا غادي نقسمه لخمسه اجزاء وحسب تدرج الميزانيه ديالك. افكار هدايا رومانسيه، هدايا بسيطه، هدايا متوسطه، هدايا غير تقليديه، واخيرا هدايا بميزانيه مرتفعه. وهكا نعطيو الحق لجميع الفئات وحتى الاعمار، من المراهقين حتى الكبار. الهدية ممكن تكون الأم، أخت، زوجة، خطيبة، صديقة أو قريبة. ودابا نبدأ الفيديو. أفكار لهدايا رومانسية، أفكار جميلة جدا لا تقاومها الفتيات ولا تنظر لقيمتها المادية أكثر من أنها كتلفت نظرها للدفء المشاعر التي يحملها هاد الهدية من طرف المهدي. فإليكم بعض الاقتراحات المميزة جدا. مثلا علبة شوكولاتة، معروفة أن البنات ما كيقاوموش الشوكولات، فهدية مثل علبة شوكولاتة غادي تضربيها على الوتر الحساس. أيضا ممكن تكون الهدية دبدوب دافئ أو باقة ورد طبيعي، حتى ممكن يكون بوكس لهدايا واللي كيحتوي على هاد الثلاثة الاقتراحات في هدية واحدة. ممكن تقديم كيك أحمر بحجم صغير ولطيف، لكن معظم البنات كيفضلوا الهدايا اللي كتبقى محافظين عليها كذكرى، لذلك ممكن إرفاق الكيك بوردة حمراء مثلا أو لوردة جميلة. أيضا ممكن تقديم سلسلة فضية تحمل اسمها أو لا على شكل قلب، وأيضا ممكن تقديم مجسم ضوئي بكلمة رومانسية أو لا باسم ديالها. الهدايا اللي كتكون باسم أو أول حرف من الاسم ديال الفتاة كتكون عندها طابع خاص وكتعجب الفتيات. من أحد الاقتراحات الجميلة أيضا مجموعة شموع عطرية أو لا دعوة على عشاء في مطعم رومانسي. أفكار لهدايا بسيطة، من الهدايا البسيطة الأنيقة الكيوت وذات طابع معنوي راقي، بنفس الوقت غير مكلفة وعلى قد الجيب. إليكم بعض الاقتراحات، فممكن الهدية تكون حزام أنيق وشيك والبنات عندهم شغف بالأحزمة، محفظة نقود وليكارت مميزة وستيل، أو لا أكسسوار ويفضل يكون سلسلة أو لا غورميت، شال صوفي مع بوني أو لا قفازات دافئة بناتية أو حتى قبعة أو لا كاسكات، كأس ماجيك أو لا كأس مطبوع عليه صورتها أو لا اسمها أو لا الحرف الأول من الاسم ديالها، أو لا ترموس كافي للتنقل خارج المنزل خاصة البنات اللي كيكون عندهم شغف ومحبين للقهوة والمشروبات الساخنة. ممكن أيضا تكون مجموعة فرش متنوعة للميكاب، حقيبة مكياج، منظم مكياج أو منظم أكسسوارات ومجوهرات، هيدفون أو للهاند فري غادي يكون هدية أيضا زوينة بزاف، كوك موبايل بناتي أو لمطبوع عليه الصورة ديالها، سيلفي ستيك أو للرين لايت للموبايل أو لمجموعة العناية بالأظافر، مجموعة العناية بالقدم. وإذا كان عندها سيارة مثلا غادي يكون من الجميل جدا تقديم أكسسوارات تزيين السيارة بلمسة بناتية. أفكار لهدايا متوسطة، أما عن الهدايا المتوسطة من ناحية الميزانية فغادي نقدم مجموعة من الاقتراحات الرائعة في المتناول وكون على اليقين من إعجاب البنت بها. يمكن جعل هدية ذات تأثير معنوي وأيضا ذات فائدة لها. وكما معروف أن الوتر الحساس لدى الفتيات وكل النساء البنات بشكل عام هو العناية بنفسها وملامسة الأنوثة ديالها، ويمكن استغلال هذه النقطة وتقديم هدية كتلامس هذا الجانب منها. ممكن تقديم هدية مثل مجموعة العناية بالشعر أو مجموعة العناية بالبشرة أو مجموعة العناية بالجسم، وخاص طبعا يكون عندك علم بالمنتجات اللي كتستعملهم هذه البنت أو لا عندك علم بنوع البشرة أو الشعر ديالها، وبالتالي البائع أو البائعة غادي يساعدك في الاختيار الصح. ويمكن تقديم ساعة يد مع حزام أنيق، أيضا العطور كتبقى هدية لا يمل منها وراقية بزاف للبنات، حقيبة أنيقة لا يشترط أنها تكون من ماركة أصلية، أو لا حذاء للخروج، حذاء للمناسبات، أو يمكن أيضا يكون طاقم مع بعضياتهم، سيشوار أو لبابيليس أيضا من الهدايا اللي غادي تفرح البنت بزاف، حتى يمكن تقديم فستان أو ملابس للخروج، نظارات شمسية ممتازة جدا كفكرة للهدية. وإذا كان عندها شغف بالطبخ أو للحلويات فممكن تقديم مجموعة أدوات منزلية زوينة. هدايا غير تقليدية، هدايا غير تقليدية كتدخل في البيدجي ديال الهدايا المتوسطة، إلا أنها كتكون أفكار سبيسيال ماشي تقليدية، وصعب أن البنت اللي جاها الكادو تعرف شنو فيه، بالتالي كتفاجئ بهدية سبيشال منك. ونشوفوا بعض الاقتراحات المزيونة. أول فكرة ممكن البوكس اللي فيه هدايا مخفية متعددة داخل حبيبات من القطن، والبنت اللي كتحصل على هدية كتبدا تكتشفها بالتدريج بكل سرور. أو ممكن تكون الهدية عبارة عن ألبوم صور يحمل عدد كبير من الذكريات الجميلة واللي غادي يبقى معاها مدى الحياة.
ممكن تقديم بوكس إسلامي قمة في الروعة يحتوي على قرآن كريم مع سجادة وتسبيح، حتى يمكن تقديم هذه الهدية في المناسبات الدينية مثل رمضان والأعياد. ومن الأفكار المزيونة الكريزي واللي غادي تعجب البنت بزاف، ممكن تحويل صورتها إلى مجسم خشبي، غادي تكون هدية زوينة بزاف. وإن كانت من محبي الحيوانات الأليفة فيمكن تقديم عصفور كهدية أو قطة أو جرو مثلا أو حوض سمك للزينة. صندوق الموسيقى فكرة جميلة أيضا، ويمكن تخصيص أغنيتها المفضلة عليه. مرآة الميك اب المضيئة، ما كاينش شي بنت اللي ما تعجبهاش. أو جهاز تعقيم الموبايل خاصة إلا كانت هاد البنت مهووسة بالنظافة. جهاز المساج للوجه أو للأقدام أيضا مفيد في المتناول. جهاز البخار من أكثر الأشياء المبهجة أيضا لأي فتاة، وغادي يعجبوها بزاف هاد الانواع ديال الهدايا. افكار لهدايا بميزانيه مرتفعه، في حاله كانت المراه ولا الفتاه قريبه او عزيزه عليك وذات مكانه، فهاد الاقتراحات التاليه غادي تكون مناسبه ليك وغادي تفرح بها هاد البنت بزاف. اول اقتراح ممكن يكون من الذهب، طوق، براسلي او خاتم. تقديم جهاز رياضي غادي يكون ايضا هماوي، والمراه غادي تستافد منه بزاف. كاميرا لتوثيق اللحظات الجميله ايضا فكره ممتازه، وحتى الاجهزه الالكترونيه سمارت فون، تابلت او لابتوب. من الهدايا الرائعه ايضا تذكره سفر لرحله مدفوعه المصاريف. اصدقائي الا شفتوا انكم استفدتوا من الفيديو ما تبخلوش عليا بلايك وجيم، هكا باش تساعدوني انا الفيديو يطلع اكثر. كذلك بارطاجوه مع الاصدقاء باش يستافدوا. الناس اللي جداد مرحبا بكم اشتركوا معنا باش يوليو تشوفوا معنا فيديوهات قديمه، والناس اللي قدام فعلوا زر الجرس باش يبقى يوصلكم اي تنبيهات. ونشوفكم ان شاء الله في فيديوهات قديمه. الى اللقاء.